جيتي؟ ليش تأخرتي؟ شغل بالي عليكي قد ما استنيتك خفلت بالتخت. لك طولي بالك. سويت البيت نظيف؟ ايه والله الله يرضى عليكي والله ظريف. تعي لك تعي لورجيكي شو جايبت لك. أكلة طيبة؟ لك لا لا عليكي. قعدت لركزت لك الموضوع لأنه في حجابات بتنكتب بربع ساعة، هي بتبقى من النوع الخفيف. وفي حجابات بدها ساعتين لتخلص، هي من النوع الثقيل. فرجيني يا عالمي شو هذا؟ هذا أم. أم بتصبي له اياه بكاسة مي. بيقوم إذا شاف واحد مرق من قدامك بتطقطق فيوزاته. أنت بدك إياه يغار عليكي ولا لا؟ طبعاً بدي إياه يغار علي، أصلاً الغيرة علامة من علامات الحب. وينك؟ هذا بتحطي له اياه بكاسة مي فيجة. أيوه. مي فيجة مو مية بيارات. أي مية فيجة مو مية. لأنه مية البيارات فيها كلور. أيوه. والكلور بيعمل عكس المفعول. منيح بالدائرة عندنا مية فيجة. أيوه، بتحطي له بكاسة مي وبتصقيه على الريق. قبل الأكل مو بعد الأكل. أي ماشي. حتى ياخذ مفعوله. بدي روح للنجمة هاتي أمي هاتي. خي وينك؟ في معي شي تاني لسا. هذا الحجاب بتحطي له اياه بأقرب مكان بيمرق من قدامه، لأنه كل ما مرق كل ما له بيستوي أكثر. أمي شو رأيك بلا الحجاب؟ المي بتكفي. لا ما بيكفي، المي للغيرة، بس هذا الحجاب يا جدبي هذا للجواز. للجواز؟ إيه. هاتي. بدك شي أمي؟ قولي على بنات الأيام. لك وصلونا للسحارات، شو بدنا نعمل؟ بس بدنا نسايرهم. اشرب من الميات. يا رب يكون عطشان، يا رب يكون عطشان. صباح الخير. الله لا يسمحك بالخير، لك الله لك عن جاب الغرا لك. انا شو عملت لك؟ بتطلع لي دار انت؟ لك شبك اشي جاي قبل الضو لهون؟ شو في؟ ما في بالعاده تبكري كل هالقد. بالله دخيلك. من انت كنت جايب لي حتى عم تتفلسف يا بعدي؟ هلا ما رح رد عليك، ينفحم قلبي من العطش. شو هاي المي بيحطوها لمين ما كان؟ بتنشرب ببلاش هاي المي، مين ما كان بيشرب منها؟ حبك برص، حبك برص، صحصح معي، ركز، ركز، هدول الميات لسهيل أنا حاططهم، بركي إجا عطشان، بعدين المي هلا عم يشتروها بمصاري. أعطيني بوسة. شو؟ هلا بعبي له بدال، أعطيني بوسة. تبوسك حية بسبع روسي إن شاء الله، ركز ولك سعيد، ركز. خلص حبيبتي هلا بعبي له بدال، شو فيها أنت ما تكلي هم. حبك برص. من وين طلعت لي؟ من وين طلعت لي؟ كل ما بدي اشتغل شغله بتنزع لي اياها، الله لا يوفقك، يعدمني اياك بليله ما فيها ضو قمر. عصبي قد ما بدك عصبي، بيلبق لك، بس اعطينا بوسه. صباح الخير اخ يا حلوين. الله لا كان جابك، الله لا يصبحك بالخير، شو معير انت؟ صباح الخير. صباح النور امر. شو بكون اصواتكم؟ كانها طالعه لبرا هيك سمعت انا. ما في شيء، لا يكن لك فكرة، أنا رايحة أتكورة قهوة. طولي بالك هلا منوصي على قهوة من يكلي تبقتلك. شو بقى تبقى قصة؟ أنت واحد غشيم فعلا. أنا غشيم لك شو ساوي؟ شو ساوي؟ لك مالك حاسس إنه افتكار بتحبها؟ افتكار بتحبني؟
بعمرها ما قالت لي انها ما تحبني. شو الحكي لازم تقول شو تكتب لك اعلام بالدليل انا احبك؟ مالك شايفه شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يعني؟ ماني تعرف استاذ ليش كان طالع صوت اليوم؟ ليش؟ لا تخبرني، قل لي ليه؟ حضرتها محضرت لك كاسه مي لك خصوصي وقمت اجيت انا شربتها مشان هيك انزعجت. شو هالحكي؟ الله يتابعك يا تعب. هي كل يوم تساوي هذا الشيء؟ لا مو كل يوم. ما عرفت ليش عملت هالشيء؟ مشانك خصوصي؟ مشاني انا عملت هذا الشيء؟ طبعا هي دائما بتساوي هذا الشيء. بعدين يعني مو غريبه هي القصه، يعني انا زميله. وانا زميله. طيب يعني انت قل لي فهمني، انا ما عم بفهم عليك بالضبط، انت شو قصدك يعني؟ هلا ركز معي وفهم حاجه تقطش، اسمعني منيح، واضح انه هي بتحترمك وبتحبك وعم تخصك لك بالمشاعر. شباب يا رايدني انا ريدك، ويا طالب الابعاد من الجفا بزيدك. طيب شو يعني؟ وضح لي شو تساوي يعني مثلا؟ لك شو تساوي؟ عم اقول لك بتحبك هي المخلوقه، مالك حاسس انها بتحبك؟ ويعني بصراحه سعيد لا احرجتني، بس هي بصراحة انا حاسس يعني حاسس، وصدقني اذا قلت لك كذا مرة شفتها بمنامي، كذا مرة هيك شفت منامات رومانسية كثير، وحزيت وشوفها بمنامي عم تساوي يا سعيد. عجزت شوفها بمنامي عم بتقول لك الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغنى، لك شو معير انت؟ شوفها هيك عم بتقول لك يا سعيد هيك وقلبي يفرفش. بعدين انا تداولت منه كثير هذا عصام لما صار سري مري جاي لعندنا على المكتب وتقعد تطعمي بايدك. اطفي حالك مشان اعرف كمل. طفي. طفيت حالك؟ شوف اذا البنت عجبتك اتكل على الله، الله لا يقيمك. يعني فاتحها بالموضوع؟ لك ايه فاتحها ولا تخاف مهما كانت النتيجه. طيب بركي رفضي. لك واذا قالت لك لا؟ لك شبك انت ايها الغريق، ما خوفك من البلل؟ خلاص سعر بسعر كل البنات اللي قالوا لك لا، هلا وقفت على الشليمونه. طيب انت برايك سعيد باعتبار انت عندك خبره بهالموضوع، ايه ما تفتحه؟ هلا دق الحديد وهو حامي بوشك على البوفيه، بتروح لعنده وبتقول له اسمحي لي اعزمك على فنجان قهوه بشي محل، يلا حروق. على مسؤوليتك. ها على مسؤوليتي، وخذ لها الشنتايه معك. قوام صافحني. يلا معك انا، روح معك. لك استعجل لا تصير لبخه، فاتحها بالموضوع دغري. ها الله لا يقيمك. شو بك ست افتكار؟ شايفك مزعوجه. سناء ابو طارق سناء. شو انتي ما عم تفتحي درجك مثلك مثل غيرك بعد الظهر تلاقي ملان عمله؟ ابو طارق الله يخليك حل عني، مو ناقصني من العشق الا كلمه اوحشتني، حل عني الله يخليك. فيني مكفيني. أمر نعم، ليش لاحقني وحامل شنتايتي؟ جبت لك إياها مشان ما تتعذبي بحملتها. كثير بتخاف على عذابي أنت. شو بدك؟ بدي هيك، أنا حابب يعني مع إذنك أعزمك هيك على فنجان قهوة برا. إذا مشان المصاري اتفقت أنا وأمي بكرة ننزل نسحب لك إياهم من البنك، لا يكن لك فكرة. مو مشان المصاري، بس هالمرة حابب أعزمك مرة لغاية في نفسي يعقوب، لأنه سعيد قال لي دق الحديد وهو إن شاء الله اللعية، وهو حامي. وهو حامي شرفي. سهيل صرنا شربانين أربع فنجين قهوة ولهلأ ما كنت تقول شوفي بنفس يعقوب، قول وخلصني. بقول بس بتوعديني إنه يعني ما تزعلي من كلامي إذا ما وافقتي، ومعلش يعني هيك يعني تضلي عم تتعاملي معي بنفس الطريقة الحلوة اللي بتتعاملي معي فيها. وعد شرف ما بزعل. يعني أنا بصراحة ولا يوم من الأيام حسبت حساب إني أتجرأ وأقول هالكلام أو فاتحك بهيك موضوع، بس سعيد دفشني. ما في مشكلة احكي. بصراحة أنا خايف سعيد يكون عم يدفشني هيك مشان يشوف ما أجحشني ويوقع بيني وبينك. ولا يهمك،
أنا من جهتي أنت شو ما بتعمل أنا ما بزعل منك. افتكار شو ما صار؟ بتوعديني إنك ما تعصمي وما تمدي إيدك إيه؟ وعد شرف. افتكار بصراحة أنا بحبك. إيه شو؟ عن جد؟ ما في شيء، لا تخافي. بونسوار مدام، بونسوار. بالنسبة لها ما في هيك شوية إرهاق بالظاهر لأنه غميت هيك صفرانت وغميت لما كنت عم أحكي معها. أخذتها على الدكتور؟ أخذتها على الدكتور وقال ما في شيء بس صدمة نفسية. طيب ما قال لك من إيش الصدمة النفسية؟ قال ما بيعرف بس أعطاني هذا الدواء وقال تعطيني حبة مهدئ كل أربع ساعات. إن شاء الله بيسلموا إيديك. تعي بشويش بس الشنتين. تعي تعي رعي خليك. ليش رايك؟ معلش انت مشان ترتاحي. لك امشي تعي تعي. الله لا يوفقك يا زعيم على هالاستفادة. كنت حالة بالحساب، كنت عرفانة بدها تنصدم. لكن وحدة بنت عز ورز وحسب واخ وحسب واخ وحسب واخ ولعي ونسب. يجي الا واحد هيك مثل سهيل الا انا اخ انا اخ انا اخ ولعي انا اخ بحبك. حبني برص. لا خلص كلي هلا بعدين بتضحكي. فينا نعرف عشان بتضحكي؟ قال ايش المريض لعند الطبيب. لا كلي ابي بعدين بتضحكي هلا بتتشردقي كلي. فاضي اختك بتوزع عقل عليكم كلكم بس هي حساسيتها زياده. لا امي لا تطمني حالك كثير، بنتك مو طبيعيه بتوش. كل البنات هيك بيعملوا بيفرحوا وبيزعلوا بس مو مثلها. البنات كل عمرهم هيك بيتاثروا بسرعه. كلوا هلا بلا ما طلعوا اشاعات على اختكم. مين قال لك تحط ليمون على الزيتون؟ ما بتعرفني ما بحب الليمون انا. اكتبريني احكي لك شي كلمه. لك يا امي فهميني شو صار معك. هلا بوع بارضي خطبني مين؟ سهيل؟ يبعت لي حمى شو عداكي؟ إيه لازم تنبسطي بدل ما يصير معك هيك شو بيه؟ آخ يا أمي أنا من كتر ما انبسطت انسطحت على الأرض لا من تمي ولا من كمي. أمي يمكن أنا جنيتها. إيه لا يا عيونك لا جنيتي ولا شيء. لا طالي على حالك قصيت سكتي. لا أمي جنيت جنيت أنا بعرف حالي. أمي ما بتتصوري قديش الواحدة بتنبسط وقت واحد بيقلها بيحبك خصوصا إذا كانت بتحبه. يا عيني هلأ خطبك ولا قلك بحبك؟ أمي أنا ما بعرف لحديت ما قلي بحبك ما عاد حسيت بالدنيا سطحت على الأراضي. مولي على قامتك إلهي.
شوفي ولي اسمعي مني ها، مو تقولي مات ابوكي تاخدي حريتك تطلعي امتى ما بدك وتجي امتى ما بدك. انا ما عندي هيك لاولاد صغار بنوب نوب، من بكره بتقلي له يجيب اهله ويجي خطوك منهم، فهمتي؟ طبعا امي، نحن بنشتغل بفرد مكتب يعني بنعرف بعضنا، ما في داعي نتعرف على بعضنا من اول وجديد، متعرفين وخالصين. حتى تعرفي قديش حجابي قوي. ما دخل حجابك امي، سعيد هو اللي دفشه لسهيل. الحجاب هو اللي دفش سعيد مشان يقول له، سعيد مو من حاله اندفش. من حاله ولا مو من حاله، المهم انه قال لي بحبك. لو تعرفي يا امي هالسعيد قديش كبر بعيني، واحد غيره بيقطع بنصيبي قد ما كنت اهرم فيه بالمكتب، لك بكفي ما كان يقول لي صباح الخير الا قال له الله لا يصبحك بالخير. بكره بستعملوا عرس عزموه على العرس. اول واحد، تعرفي امي لولا لسعيد بحياته سهيل ما كان فهم التلميحات تبعي، يعني مع احترامي الشديد له. وليه ابتكار؟ ان شاء الله كل ما بدي اقول له شيء بدي اقعد ساعه حتى يفهم علي ويقول لي اس اس. لا امي لا، اكيد اكيد بعد الجواز بتروح الانف وبعدين بصير بيفهم على الطاير. شوفي حبيبتي انا بلمح له مرتين، والثالثه اذا ما فهم علي بجيب له فارس ابن خالتك يفهمه. الا ما تهزي لي بدني انت.